تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا ستيفاني راضي لإطلاعنا على المزيد. إذن ستيفاني، كيف تبدو الأوضاع لديك على الأرض؟ ما هي الصورة لديك؟ نعم، كما ذكرت فالأجواء هادئة في الضاحية الجنوبية وبيروت بعكس أجواء الجنوب والبقاع في لبنان. فجنوب لبنان وبقاعه تعرضوا لقصف إسرائيلي عنيف طوال فترة الليل، وهو لا يزال لغاية الآن. وحتى أنه سقط 4 جرحى من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني بغارة إسرائيلية جنوب لبنان. وفي التفاصيل، فاستهدف الطيران الإسرائيلي أحد المنازل في بلدة صربين جنوب لبنان، وعند ذهاب المسعفين لانتشال الجرحى وإنقاذهم تم استهداف المكان مرة أخرى، ما أدى لإصابة 4 مسعفين. ونشير هنا إلى أن رئيس الصليب الأحمر كان قد أكد في حديث سابق لنا للمشهد أن الصليب الأحمر هو جمعية مستقلة ويأخذ الإذن من الجيش اللبناني واليونيفل قبل الذهاب إلى أي مكان من أجل انتشال الجرحى وإنقاذهم. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت مدينة النبطية لقصف عنيف، وتم تدمير السوق التجاري وهو أثري في المدينة بشكل كامل بشكل كبير جدا. وأيضا تم تدمير مسجدين، إحداهم في بلدة كفر تبنيت وهو مسجد قديم وأثري، ومسجد آخر في بلدة الظهيرة الحدودية. أما بالنسبة للبقاع وبعلبك، فالليل أيضا لم يكن هادئا، حيث تم استهداف بلدة رياء، أوتوستراد رياء، وهي قرب مدينة زحلة، بغارات إسرائيلية عنيفة جدا، ما أدى لدمار كبير في المكان. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك تدمير ودمار في ممتلكات قريبة وبعيدة حتى من المنطقة المستهدفة، ما أدى أيضا لإصابة 3 مستشفيات في البقاع، إلا أنها لا تزال تعمل لغاية الآن. إذن ستيفاني راضي، سنتابع معك بكل تأكيد المزيد من التطورات لاحقا. شكرا لك حتى الآن.